أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. نتساءل في هذه الحلقة ما أبرز التحولات الحيزية والوظائفية والسكانية التي طرأت على مدينة القدس المحتلة؟ كيف خطط الاحتلال الصهيوني لتهويد المدينة؟ ما الأدوات التي يمكن تطويرها لمواجهة السياسات الصهيونية في المدينة؟ وهل سنخسر الإنسان الفلسطيني المقدسي بعد أن خسرنا الأرض المقدسة؟ في زهرة المدائن نتابع نساء القدس رمز المقاومة والحرية، كما نتابع في ذاكرة فلسطين مذبحة قبية عام 1953. فابقوا معنا. يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل، فصفوا الكتائب أساده ودكوا به دولة الباطل. لنا القدس يا أمة قادها جيوش الإباء مدار الزمن، هناك الجدود هنا جاءها يصوغ الرجال بعزم الوطن. أيا حافر الصخر في جوفها ويا مشعل النار فوق الحصن، بك الوعد صدق وإنا لها لأجلك قدسي حرقنا السفن. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إن الواقع المقدسي الذي هو نتاج السياسة الحيزية والديمغرافية الصهيونية بوسائلها العسكرية التخطيطية والسياسية وترسيم حدود فيزيائية جديدة ضمن تعريف المتروبولين اليهودي يشكل تحولا كبيرا من المتوقع أن تكون له انعكاسات مصيرية على الوجود الفلسطيني ومستقبل هذه المدينة. فهذا الواقع يرى فيه الكيان الصهيوني فرصة مواتية لفرض سيادة وظائفية على الفلسطينيين، حيث امتنعت لخمسة عقود من التعامل مع وجودهم. ولعلنا نستذكر هنا ما قاله ديفيد بن غوريون رئيس الحكومة الصهيوني الأول عندما تحدث بشكل واضح بأنه يجب بكل الأحوال إحضار اليهود إلى شرقي القدس بحيث يتم توطينهم هناك خلال فترة قصيرة، واليهود الذين سينقلون أو سيقبلون الاستيطان في شرقي المدينة حتى سيعيشون في براكسات، والبراكس هو عبارة عن مباني مؤقتة. يجب عدم الانتظار لبناء أحياء منظمة، الأساس أن يكون هناك يهود. أما في الشق الآخر من المشهد هو المشهد الفلسطيني وموقف السلطة الفلسطينية، فلا تملك هذه السلطة الأدوات للتعامل مع هذا الواقع الجديد، وينحصر دورها علاوة على الموقف السياسي المعروف على تسيير أعمال ما تبقى من المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة والعمل ضمن الهامش المتاح لهذه السلطة لسلطة أوسلو، والذي يرتكز بالأساس على خدمة الضواحي والقرى المحيطة بالمدينة المقدسة. دعونا في هذا اليوم نناقش هذا الموضوع المهم مع ضيفنا في الأستوديو الأستاذ فراس القواسمي، باحث في مركز رؤية للتنمية السياسية. أهلا وسهلا فيك أستاذ فراس. ولاحقا أرحب معي عبر الأقمار مباشرة من القدس المحتلة بالدكتور رامي نصر الله مخطط مدن من هناك، لكن الآن نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود للنقاش.
سياسات عنصرية تلك التي اعتمدت عليها دولة الاحتلال في تخطيط القدس الشرقية على اعتبارات ديموغرافية غير معلنة، حيث منعت بناء أحياء فلسطينية جديدة منذ عام 67، وحيث لم تتم المصادقة على مخططات هيكلية تفصيلية للأحياء الفلسطينية حتى اليوم. وتمت شرذمة القدس مكانيا ووظائفيا من خلال منظومة سيطرة تشمل الضمة والاستيطان والبنية التحتية والجدار، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الإدارية والسياسية التي أنهت كون القدس حاضرة فلسطينية وفق اتفاقية أوسلو عام 94. من هذه السياسات هو الطرد المباشر للشعب الفلسطيني، للعائلات الفلسطينية، بهدم البيوت وطردهم إلى مناطق في الضفة الغربية وخارج الضفة الغربية. استمرت هذه السياسات إلى يومنا هذا، استمرت، وكانت أهم أشكال ظهور هذه السياسات هي بناء المستوطنات، الإحلال، سياسة الإحلال، طرد المواطنين العرب والمقدسيين وإحلال المستوطنين اليهود والكيان اتباع الكيان الصهيوني في هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة. فغياب التخطيط للأحياء الفلسطينية وتعقيدات التقدم بطلب ترخيص للبناء والرسوم الباهظة يدفع بالمقدسيين للبحث عن حلول إسكان خارج المدينة، في حين أن المناطق المحاذية التي تتبع للحكم العسكري الصهيوني لم يفرض عليها قيود لضمان السهولة وسرعة حركة البناء والعمران، وبالإضافة إلى عدم وجود قيود على التطوير والبناء، فإن أسعار الأراضي المناسبة وتكلفة البناء المنخفضة سارعا في تطوير الضواحي الجديدة للقدس على حساب سكان المدينة المقدسيين. يتم رفع قضايا في المحاكم الإسرائيلية من أجل الإجهاض، عملية الهدم وعملية تنفيذ المخطط، لكن القانون قانون إسرائيلي وهو قانون لهدم البيوت، لا يستطيع طبعا الفلسطيني أن يتحمل حتى تكلفة المحاكم في مدينة القدس، حتى التجريف يكون على حساب صاحب المنزل المقدسي. وتطوير الحيز الحضري في واقع الاحتلال الصهيوني استند إلى دوافع عرقية ووطنية تقوم على أساس التهويد للقدس، وتشكل نموذجا واضحا لاثنوقراطية حضرية تقوم على أساس الهيمنة العرقية والوطنية في توزيع الموارد والقوى، وتهمش الأقليات القومية ولا تتعامل معها على أساس المواطنة، كما تقوم على أساس مصادرة الأرض بالقوة وفرض القوانين والأنظمة لخدمتها لوحدها، وتستحوذ على الحيز العام حارمة بذلك السكان الأصليين من كل حقوقهم حتى العيش في مدينتهم بأمان وسلام. أرحب بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع. إذن نحن نتحدث عن تحولات وظائفية وسكانية كبيرة طرأت على مدينة القدس منذ احتلالها عام 67 حتى هذه اللحظة. طبعا نحن نتحدث عن احتلال الجزء الآخر والمهم من القدس وإطباق الاحتلال عليه بعد هزيمة عام 67. أهلا وسهلا فيك أستاذ فراس مرة أخرى في هذه الحلقة. لابد من الاطلاع في البداية على وضع فلسطين ما قبل الاحتلال وما بعده من خلال ما تعرضه الخرائط وما يعرضه الواقع الذي كان موجودا وخاصة في مدينة القدس، ثم نتحدث بشكل تفصيلي أعمق عما يتعلق بموضوع الحلقة. أولا بداية شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. طبعا التقسيم الجغرافي لمدينة القدس تبدو معقدة الذي يريد أن يطلع عليها للوهلة الأولى. هناك شيء يسمى ما بات يطلق عليه الآن القدس الشرقية، هناك شيء يسمى القدس الغربية، هناك مثلا القدس الكبرى، القدس المتروبولينية، هناك العديد من المفاهيم التي من الجيد ومن الممكن أنه خلال الحلقة نوضح هذه المصطلحات وهذه المفاهيم. ولكن ما أستطيع أن أبدأ به القول حول مدينة القدس بأن الاستيطان في مدينة القدس، المعركة الاستيطانية في مدينة القدس، هي معركة ديموغرافية بالدرجة الأولى، بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلال لمدينة القدس سواء في عام 1948 للشق الغربي أو للشق الشرقي في عام 1967 كان يهدف وما يزال يهدف إلى تحقيق الأغلبية اليهودية للمستوطن اليهودي على حساب صاحب الأرض الفلسطيني الموجود هناك. بشكل سريع مثلا كي نفهم الصورة الكبرى،
الاستيطان في الضفة الغربية يمكن تقسيمه إلى أربع أقسام أساسية من الناحية الجغرافية. أولاً الشق الشرقي في منطقة الغور، وكذلك في المنتصف الضفة الغربية، وكذلك في المنطقة الغربية للضفة الغربية. القسم الرابع والمهم هو مشروع القدس الكبرى أو مدينة القدس. بالأرقام مثلاً، المتوسط العام لعدد المستوطنين الذين يسكنون في المستوطنات الغور في المنطقة الغور ما يقارب 300 مستوطن لكل مستوطنة، بينما نجد أنا مثلا أن عدد المستوطنين الأفريج أو المتوسط العام للمستوطنين الذين يعيشون في مدينة القدس وما يقارب 10,000 مستوطن في كل مستوطنة من مستوطنات القابعة أو الموجودة في محافظة القدس. هذه الأرقام طبعا تعطينا دلائل واضحة جدا أن المعركة في القدس بشكل أساسي هي معركة ديموغرافية، بمعنى أن الاحتلال يسعى دائما بأن يتفوق عدد السكان اليهود على عدد السكان الفلسطينيين. نعم. طيب لماذا يسعى إلى ذلك؟ ما الهدف؟ طبعا هناك أسباب عدة، من أهمها الأسباب الدينية، هناك أسباب تاريخية، هناك الكثير من الأبعاد التي يعني موجودة في الإرث التاريخي اليهودي. هم يعتقدوا أن القدس موحدة بشقيها الشرقي والغربي، هي العاصمة الأبدية للدولة المزعومة لدولة إسرائيل. هذه من أهم الأسباب طبعا. ومن الأسباب الأخرى المهمة التي لا تخفى على أحد، كون القدس جغرافيا من الناحية الجغرافية تقع في قلب فلسطين، وفلسطين تقع في قلب العالم وفي قلب في الشرق الأوسط وكذلك في قلب العالم. فهناك عدة أبعاد سنتطرق إليها بالتفصيل إن شاء الله، لكن دعني أرحب بضيفي من القدس مباشرة الدكتور رامي نصر الله، وهو مخطط مدن. دكتور مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. مساء الخير. مساء الخيرات دكتور. على أي نحو خطط الاحتلال لمدينة القدس منذ عقود حتى الآن؟ الاحتلال الإسرائيلي هو رأى في واقع مدينة القدس في الأعوام 1948 إلى 1967 كمدينة تقع داخل جيب فلسطيني بالكامل، كون أن الشمال والشرق والجنوب هي بالكامل أراضي الضفة الغربية. حالة الحصار والروايات الإسرائيلية التي روج لها بصعوبة وصول الإمدادات والمياه إلى المدينة القدس الغربية حتى العام 67 دفعت إلى التفكير الاستراتيجي إلى دفع الحدود للمدينة لتشمل مساحات شاسعة. فاليوم إذا نتحدث عن حاضرة أو متروبولين القدس اليهودي، نتحدث عن مساحة تزيد عن 300 كيلومتر مربع، تمتد من محافظة رام الله إلى محافظة بيت لحم في الجنوب، وبالتالي هي تقدم جزء كبير من الضفة الغربية، وعمليا تم حصر الوجود الفلسطيني من خلال معازل، سواء الفلسطينيين في أحياء خارج الجدار داخل حدود البلدية أو القرى المحيطة في المدينة. وهذا فيما بعد كيف أثر على الواقع الديموغرافي والسكاني؟ بالتأكيد إذا أخذنا معطيات نهاية العام 2017، نتحدث عن 1,284,000 عدد سكان الإجمالي لمدينة القدس والحاضرة حسب التعريف الإسرائيلي أو المتروبولين الإسرائيلي. فقط 350,000 هم فلسطينيين، على الأقل 40% منهم يعيشون خارج الجدار، من خارج المدينة، تم عزلهم بالمطلق عن مدينة القدس ويعيشون في أحياء مثل كفر عقب ومخيم شعفاط وضاحية السلام. وفعليا عدد سكان اليهود داخل المدينة هو 550,000، والمستوطنين في المستوطنات الحاضرة أو المتروبولين اليهودي يفوق عددهم عدد الفلسطينيين بالمجمل ويصل إلى 483,000 مستوطن يعيشون خارج حدود البلدية القدس وفي منطقة المتروبولين، ويشكلون 30% من السكان للمدينة والحاضرة التي تتبع لها. نعم، أرجو أن تبقى معي دكتور، سأعود إليك. أستاذ فراس، إذن هذا الواقع الذي تعيشه المدينة، هل من
شرح توضيحي تفصيلي لهذا الواقع، هل يمكن أن نتعرف على ذلك من خلال الخرائط أو من خلال الحدود التي يعني اليوم عندما نقول قدس فإننا نتحدث عن قدس غربية وشرقية مع الأسف الشديد، ونتحدث عن واقعين وعن مدينتين وعن إدارتين، عن كل شيء ينقسم إلى جزئين في هذه المدينة التي كانت مدينة واحدة قبل عقود. بداية لا يعني ممكن أعلق بأنه سياسة الاحتلال أو ما يميز عقلية الاحتلال أنه دائما يفكر بالعقلية الاستباقية، لا يفكر بعقلية ردة الفعل. خذ مثلا عندما نتكلم عن القدس الشرقية والقدس الغربية أو الشق الغربي والشق الشرقي، متى بدأنا نستخدم هذا المصطلح؟ هذا الأمر يعود مثلا إلى بداية الانتداب البريطاني عندما استدعى الجنرال اللينبي على سبيل المثال المهندس ماكلين، كان أيامها في مصر، وطلب منه أن يعمل مخطط لمدينة القدس، وكان المخطط هو الشق الشرقي والشق الغربي. هذه ملاحظة سريعة حتى نعرف أن الاحتلال لا يفكر فقط بمنطق ردة الفعل. إذا هذا المصطلح يعني بدأ عام 67، نعم هو كان بداية 1917 بدأ هذا التخطيط المدني أو فكرة القدس الشرقية والقدس الغربية. من الجيد أنه إحنا نركز نبدأ من عام 1967 ونقول كيف الاحتلال تعامل ضمن استراتيجياته الكبرى في ترسيخ الاستيطان في مدينة القدس. منذ عام 1967 من أولى الخطوات التي عمل على تبنيها الاحتلال الإسرائيلي هي فكرة الأطواق الثلاثة. ماذا نقصد بالأطواق الثلاثة؟ هي محاصرة القدس بالطوق الأول، وهو الطوق الذي يحاصر البلدة القديمة، بمعنى أن يكون هناك تواجد استيطاني في داخل البلدة القديمة. يوجد ما يقارب الآن 5000 مستوطن في داخل البلدة القديمة. كان الطوق الثاني هو طوق حدود بلدية القدس. القدس قبل عام 1967 وتحديدا منذ عام 1948 إلى عام 1967 كانت مسيطرة أو يسيطر عليها الأردن، تسيطر عليها الأردن، وكانت حدود البلدية آنذاك ما يقارب 6.5 كيلومتر مربع. من أولى الخطوات التي قام بعملها الاحتلال الإسرائيلي عندما احتل القدس عام 1967 هو أنه جعل حدود البلدية ما يقارب 71 كيلومتر مربع، حتى يزيد الحدود البلدية ويزيد حدود سيطرته. هذا بالنسبة للطوق الثاني. بالنسبة للطوق الثالث هو ما بات يعرف الآن هي القدس، المشروع القدس الكبرى، والذي الآن ممكن يعني بعد قليل نرى بالخرائط أنه هذا المشروع بات يسيطر على ما يقارب 10%، وعلى عند اكتماله سيسيطر على 10% من أراضي الضفة الغربية، ويضم 3 كتل استيطانية كبيرة. إذا كان من الممكن أن نعرض الخارطة، خارطة القدس الثانية الآن المرتبطة في القدس، حتى يكون المشاهد على دراية. هنا نتكلم عن الشطر الغربي لمدينة القدس، أو ما بات يعرف الآن بالقدس الغربية. هذه المنطقة، هذه القدس الشرقية أو الشطر الشرقي لمدينة القدس. هذه الحدود جميعها هذه باللون الأحمر هي حدود القدس الكبرى. نلاحظ أو مشروع القدس الكبرى، نلاحظ أنه ضم الكتلة الاستيطانية الأولى وهي كتلة معلي أدوميم، وفيها ما يقارب ثمان. متى تم ضمها؟ هذا مشروع القدس الكبرى تم يعني المصادقة عليه في عام 1993 تحديدا في عهد رابين، وطبعا له أبعاد ممكن نتكلم عنها بعد قليل، أبعاد ديموغرافية، لأنه كان يهدف هذا المشروع كما قلنا في البداية إلى أن يكون هناك سيطرة أو أن يكون هناك أغلبية سكانية يهودية على حساب الفلسطيني. هذه الكتلة الأولى، والكتلة الثانية طبعا جفعات زئيف، والكتلة الثالثة هي عصيون. إذن نتكلم عن القدس الغربية أو الشطر الغربي، الشطر الشرقي، هذه حدود البلدية، هذه المنطقة هي حدود البلدية، وهنا نتكلم عن حدود محافظة مدينة القدس اللي تأسست أو ترسخت بعد مجيء السلطة الفلسطينية. إذا أردنا الآن بالأرقام أن نقارن المساحة المسيطرة عليها فلسطينية لمحافظة القدس مقارنة بالمساحة التي تسيطر عليها في القدس الشرقية، أنا أتكلم في المساحة التي تسيطر عليها الاحتلال، ما يقارب 80% إلى 20% لصالح الاحتلال الإسرائيلي. هذه أبرز المعلومات عن القدس. أشكرك سيد فرس على هذا العرض، وأود ضيفي من القدس دكتور، ما الأهداف التي حققها التخطيط والبناء
الكولونيالي في مدينة القدس المحتلة، ولا سيما أنه يعمل على ذلك منذ عقود طويلة؟ التخطيط استخدم كأداة سياسية بالمطلق بهدف أولا شرذمة الوجود الفلسطيني وتقطيع أوصاله، هندسة ديموغرافية من خلال منع التطوير والبناء والسيطرة على الحيز المبني الفلسطيني وعدم إتاحة مناطق تطوير جديدة، كما أن بناء الجدار ومناطق النفوذ للمستوطنات وتوسعتها شكلت عائقا كبيرا أمام تعزيز الوجود الفلسطيني. نحن نتحدث اليوم عن أحياء مشرذمة لا يوجد أي تواصل جغرافي أو وظائفي بينها، هي أحياء يريد المحتل أن يمنع أن تكون هوية مدينة، فبالتالي عندنا إشكالية كبيرة في موضوع هوية المدينة نتج عن شرذمة الأحياء، فأصبحت مفهوم المدينة والاتصال بها فيه إشكالية نتيجة الهويات المحلية التي نشأت خاصة في الأحياء في التي تم بترها عن المدينة في شمال والشرق من خلال بناء الجدار. فالتخطيط هو أداة سياسية من اليوم من استخدمت منذ اليوم الأول، قد تبدو أنها قانون يفرض على الجميع ولكنه قانون تمييزي يتعامل مع المشروع الكولونيالي بشكل جيد جدا، بمعنى السيطرة على الأرض باعتبار أن الدولة المحتلة هي المبادرة إلى إعداد المخططات وتنفيذها، وفي الحالة الفلسطينية هي عبارة عن حقوق فردية، أي مخطط يتم تقديمه لا يتم التعامل معه إلا إذا كان فردي على مستوى دنم، أي 1000 متر مربع فقط لا غير، لم يتم المصادقة على أي مخططات تفصيلية على مستوى الأحياء حتى اليوم، لأنها تعطي حقوق بناء مثل جبل مكبر، تم تجميد المخطط الهيكل لجبل المكبر منذ عشرات السنوات لمنع تطويره، خاصة أن 60% من أراضي حي جبل المكبر تعتبر أراضي خضراء يمنع التطوير عليها. فالمحتل يستخدم هذه الأداة للتهجير، لإعادة هندسة ديموغرافية المدينة، وما تبقى اليوم داخل حدود المدينة هو يشكل أكثر من 60% من 350,000 فلسطيني الذين يعتبرون مقدسيين، كونهم حاصلين على مكانة مقيم حسب القانون الإسرائيلي، أي يحمل هوية القدس. دكتور، اسمح لي أسألك، يعني حضرتك ذكرت الاستيطان وذكرت الجدار وكيف كان جزءا من المخططات الخاصة بالمدينة. الاستيطان قضية معروفة، هل نفهم من ذلك أن الجدار أيضا كان جزءا من مخطط سابق موجود، واستغلت دولة الاحتلال ما حصل في الانتفاضة الثانية من أجل بناء هذا الجدار؟ لا أعتقد، هو جزء من عملية الفصل التي هي لب ومحور اتفاق أوسلو. هنالك مصطلح يقول نحن هنا وهم هناك، هذا هو مصطلح للفصل لاعتبارات ديموغرافية بحتة. يجب ألا ننسى أن مسار الجدار الحالي هو فعليا ضمن نقاط التفتيش والحواجز التي أقامها الاحتلال منذ أيار 1993. لم تكن هنالك انتفاضة، لم يكن هنالك، كانت الأجواء مهيئة لعملية سلمية، وبالتالي عملية الفصل هي كانت قائمة فعليا وهي أحد مخططات الجوارير أو الموجودة في داخل المخططات المستقبلية، وبالتالي تم تنفيذها بادعاء أن الانتفاضة الثانية هي أثرت أمنيا على إسرائيل للأحداث والهجمات ضد الإسرائيليين. ولكن فعليا مسار الجدار في مدينة القدس هو بالأساس يقوم على نفس المبدأ الذي قامت عليه عملية الضم القصري للقدس الشرقية، أي أقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين وأكثر مساحة فارغة للبناء الاستيطاني. نعم، هنالك توافق بين عملية التخطيط، البنية التحتية، الجدار، التوسع الاستيطاني، كلها تعمل كمنظومة واحدة تؤدي إلى نفس الهدف، وهو الهيمنة الحيزية الوظائفية الجغرافية لليهود على مدينة القدس، والعمل على تغيير هويتها وإنتاج
مدينة يهودية بالهوية وحاضرة أو متروبولين يهودي أو ما يسمى بالقدس الكبرى. واضح دكتور، أرجو أن تبقى معي. أستاذ فراس، على ذكر القدس الكبرى والثلاث أطواق التي تحيط بمدينة القدس، حضرتك ذكرت كيف أن هذا كله أثر على زيادة عدد المستوطنين لتغيير الواقع الديموغرافي، وأنا عندي أرقام حقيقة هي أرقام كبيرة جدا. عدد المستوطنين على سبيل المثال في القدس عام 1972 كان 9000 في القدس الشرقية، الآن نتحدث طبعا بعد ذلك ارتفع إلى 77000 عام 83، في عام 2000 وصل عددهم إلى 184000، ثم وصل إلى 215000 عام 2016. ونتحدث عن ارتفاع بنسبة 40%، وصل 40% عام 2016 بعدما كان عام 1972 15%. طبعا هذا فقط في القدس الشرقية. نعم في القدس الشرقية. نعم. بكل تأكيد نحن نتحدث عن أرقام مذهلة، ويبدو أن هذا المخطط وهذا التخطيط الذي أشرت إليه وشرحته في الخارطة المرفقة أدى بالفعل إلى نتائج كارثية على هذا الصعيد. نعم، هذا الواقع للأسف. وتعقيبا أيضا على كلام الدكتور، كيف ساهم الجدار فصل العنصري في زيادة عدد المستوطنين في مدينة القدس؟ في عام 1972 كان جولدا مائير، كانت حكومة جولدا مائير أخذت القرار بأن يكون أن لا يزيد نسبة الفلسطينيين في القدس عن 25% و 75% لليهود. في عام 1993 تم تغيير هذا القرار أنه إحنا نريد فقط 12%، لا نريد أن يزيد عدد الفلسطينيين عن 12% في مدينة القدس مقابل 88%. لتحقيق ذلك جاء الجدار الفاصل حقيقة لتحقيق هذا الهدف بشكل كبير. كيف ساهم بتحقيق هذا الأمر؟ خذ على سبيل المثال عدد الفلسطينيين مقارنة بعدد المستوطنين اليهود في مدينة القدس، كلا الشطرين وصل ما يقارب 38%، مع أنه الهدف كان 12%، لا يزيد على 12%. هذا 38 كان إلى عام 2016 أو 2017. في بداية بناء الجدار الفاصل ما يقارب في عام 2002 كانت عدد الفلسطينيين أو نسبة الفلسطينيين 35%. طيب كيف ممكن أن نقلل هذا الرقم من 33% إلى 25% أو وبعد ذلك إلى 12%؟ الجدار الفاصل ساهم في هذه الاستراتيجية. ماذا عمل الجدار الفاصل؟ أخرج العديد من المناطق الفلسطينية خارج حدود مدينة القدس. مجموع السكان الذين خرجوا أصبحوا كان هم أصلا داخل حدود بلدية القدس، وأصبحوا بعد ذلك خارج حدود بلدية القدس ما يقارب 150,000 مستوطن. هناك العديد من كذلك المناطق الفلسطينية حوصرت بشكل كامل بسبب الجدار الفاصل، مثلا في منطقة بير نبالة وبيت حنينة البلد، هذه المنطقة كلها من الجهات الأربعة حوصرت من الجدار الفاصل. بالمقابل ضم الكتل الاستيطانية الكبيرة من الشرق ومن الشمال ومن الجنوب، جفعات زئيف وعطسيون ومعالي أدوميم، ساهم بزيادة نسبة اليهود بما يقارب 160,000 يهودي. بمعنى آخر أنه 38% ما زالوا طبعا 38% نسبة الفلسطينيين، ولكن عندما تم إخراج هذا الرقم 160,000 أو 150,000 فلسطيني خارج حدود بلدية القدس، أصبح الآن الفلسطينيين فقط يمثلوا ما يقارب 22-23% من عدد السكان في مدينة القدس الموحدة. إذن نعم الاحتلال نقترب من الهدف، نعم نقترب من الهدف الذي وضعوه. لذلك هناك الحقيقة العديد من التحديات على الجميع، هناك العديد من التحديات على السياسي الفلسطيني، على المقدسي في ثباته على أرضه. أصبحت الآن معركة وجود فعلا، الآن أصبحت معركة وجودية. بمجرد أنك أنت تبقى في مدينة القدس فهذا يعني هذا يغيظ لا شك الأعداء، وهو بالنسبة لهم تعمل أنت ضد استراتيجيتهم الكبيرة في التفوق. نعم. اليهودي. إذن دكتور هي معركة صامتة بدون أصوات للقنابل وبدون استخدام أسلحة فتاكة، لكنها في الحقيقة معركة خطيرة جدا وتنبئ بمستقبل سيء لواقع مدينة القدس. في المقابل هناك معركة بشكل فردي يخوضها المقدسيون بشكل فردي للأسف الشديد، بعد أن قصر العرب وقصرت السلطة أيضا
ويعني تدخلت في يعني حيز ضيق للتدخل في هذه المدينة. كيف تقيم هذه الحالة؟ للأسف لا توجد أدوات للسلطة الوطنية الفلسطينية باعتبار أن عملها في مدينة القدس تم حظره ضمن قانون في تم المصادقة عليه في نوفمبر 1994 فعليا. فبالتالي السلطة لا تملك أدوات، وتم عمليا إنهاء الوجود الفلسطيني الوظائفي من خلال تفريغ المؤسسات وإغلاقها من قبل المحتل، خاصة في العام 2001 حيث تم إغلاق بيت الشرق الذي شكل رمزية سياسية مهمة ومؤسسة كانت تعنى بالحق السياسي والحقوق الحياتية اليومية. فبالتالي لا يمكن أن نقول أن السلطة كان بإمكانها أن تعمل شيء ولم تقوم به، ما عدا الجزئية التي تتعلق في ضواحي مدينة القدس وبعض النفوذ داخل المدينة، ولكن هذا النفوذ هو أسميه هي لفترات متقطعة ولقضايا عينية بذاتها. الدول العربية والإسلامية أعتقد أن قضية القدس كونها قضية مؤجلة أضرت في واقع المدينة، وإسرائيل استغلت أكثر من عقدين من عملية السلام لتصفية الوجود الفلسطيني من الناحية الحيزية المكانية والوظائفية. وبالتالي اعتقادنا الخاطئ أن الوصول للحق الوطني سيتم من خلال مفاوضات الحل النهائي التي تأجلت أو تم عمليا المماطلة بالبدء بها أو التوصل إلى اتفاق بشأنها استغلته إسرائيل لفرض واقع القدس التي تريدها هي. فلا يتحدثون عن المدينة الموحدة، يتحدثون عن القدس الكبرى ذات الأغلبية اليهودية. أعود إلى العالم العربي والإسلامي. أعتقد أن ما يدور من أحداث وشؤون داخلية هي قللت من شأن القضية الفلسطينية للأسف، وقضية القدس على رأسها. وأعتقد أن الرسالة يجب أن تكون أن القدس ليست قضية فلسطينية، هي قضية كل مواطن عربي ومسلم عراقي وأندونيسي ومغربي وكل من له علاقة في قدسية هذا المكان، ويجب أن تكون قضية هامة تؤرق الرأي العام في الدول العربية والإسلامية للضغط على حكوماتهم وحث القطاع الخاص والمجتمع المدني لإنجاز ما يمكن إنجازه في هامش متاح، وتحويل الوجود الفلسطيني من قضية فردية من خلال أن نحارب على وجودنا كأفراد إلى قضية جمعية تجمعنا وتؤسس لإمكانية عمل جماعي ونضال جماعي للحفاظ على الوجود الفلسطيني، أو ما نسميه بالمنعة الوطنية للحفاظ على وجودنا. نعم، يبقى معي دكتور لو سمحت أستاذ فراس. لا شك أن هناك استمرار لهذا المخطط، يعني الآن مشروع القدس الكبرى لم يكتمل، وهناك استمرار لهذا من خلال استخدام بعض القضايا المتعلقة بالسيطرة على بعض الأماكن وخاصة في البلد القديمة. نعم، في الحقيقة هناك العديد من السياسات التي يتبعها الاحتلال كان وما زال، وأعتقد أنه سيستمر فيها. الهدف الأساسي كما قلنا هو تهويد مدينة القدس وضمان الأغلبية السكانية لليهود. خذ على سبيل المثال من أهم السياسات الذي يقوم بها أنه منع مثلا أو صادر 34% من أراضي البلدية القدس التي كان من الممكن أن يبني فيها الفلسطيني، 34% هذه أراضي مصادرة لا يستطيع الفلسطيني البناء فيها. خذ على سبيل المثال أيضا أن هناك 52% في مناطق بلدية القدس، هذه الأراضي صنفت على أنها أراضي خضراء أيضا لا يحق للفلسطيني البناء فيها.
بمعنى آخر أنه لا يحق للفلسطيني البناء إلا على ما يقارب 14% فقط من حدود مدينة القدس. هذا الكلام ماذا يعني؟ هذا الكلام يعني أن الاحتلال يسعى بكل جهوده أن يحاصر الفلسطيني ومن جميع الجوانب، أن لا يعطي حتى الحق في البناء السكاني. بالإضافة طبعا إلى هذه السياسات، هي سياسة التكاليف الباهظة جدا لأخذ ترخيص لبناء تصل ما يقارب إلى أحيانا إلى 30 ألف دولار حتى أنك تأخذ الترخيص لبناء بيتك. هناك ما يقارب 11500 بيت في مدينة القدس تم إصدار قرار بهدمهم. جميع هذه السياسات سياسات الاحتلال، وهناك أيضا سحب الهويات، هناك يعني السياسات الأسرى على سبيل المثال في مدينة القدس. الاحتلال لا شك أنه لا يزال مستمر في اتباع هذه السياسات للتضييق على الفلسطيني لكي يعني يدعو أن يخرج من هذه المدينة المقدسة. نعم. هل سيخرج الفلسطيني من هذه المدينة دكتور رامي في ضوء كل هذه المعطيات الخطيرة التي تحدثنا عنها؟ صراع ديموغرافي، صراع جغرافي، صراع يومي مع الاحتلال وإن كان صامتا. يعني أعتقد أن هذا السؤال إجابته واضحة. لنتحدث بأقل سوداوية، رغم السياسات الإسرائيلية وما قامت به السياسات والبلدوزرات الإسرائيلية، تبقى مدينة القدس هي أكبر مدن الضفة الغربية المحتلة، وتبقى البلدة القديمة تنبض بالحياة الفلسطينية. 35 ألف فلسطيني يعيشون في أقل من 350 دونم أراضي سكنية أو بيوت، غير الأسواق والمسجد الأقصى، يعني أقل من في مساحة أقل من 1 كيلومتر مربع. الوجود الفلسطيني لا يمكن إلغاؤه في مدينة القدس. هوية مدينة القدس ستبقى تنبض بالحياة فلسطينية عربية إسلامية ومسيحية. ما أود أن أشير له أن محاولة اغتيال الهوية للمدينة من خلال ترويج الرواية اليهودية والتاريخ اليهودي ودثر الهوية العربية الإسلامية المسيحية للمدينة لن ينجح، لأن هذه مدينة عربية إسلامية ومسيحية وستبقى كذلك. فالضامن الوحيد للهوية التعددية الحضارية للمدينة هو الفلسطيني، ولابد أن تقوم جهات لمساعدة الفلسطينيين، ليس بإغاثة ولكن بتطوير أدوات للحفاظ وتعزيز وجودهم. وأنا أفرح جدا عندما أرى العديد من المواطنين الأندونيسيين والماليزيين يأتون إلى البلدة القديمة وإلى المسجد الأقصى، فهذا يعطيك رسالة واضحة أن هذا الحيز هو ليس فقط فلسطيني ولكن عربي وإسلامي ومسيحي بدرجة أكثر بكثير من كونه مكان يتواجد فيه الفلسطيني ويحاول أن يدافع عنه. أخيرا دكتور، لو سمحت، ما مخاطر القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس واعتبار القدس عاصمة للاحتلال؟ هذا القرار لم يغير شيء من واقع الضم الفعلي لمدينة القدس، ولكن عزز من الإعلان عن المخططات وتنفيذها بشكل واضح ومرئي، وهو ما كانت السلطات الإسرائيلية تحاول أن تخفيه أو تقتنص الفرص لتثبيته، رغم وعودها للإدارة الأمريكية السابقة باراك أوباما بتجميد الاستيطان بشكل جزئي، ما عدا في القدس ومحيطها. القرار الأمريكي هو أيضا مبهم وغير واضح. تارة يتحدث الأمريكان عن القدس بكاملها، تارة يتحدثون عن واقع الضم الفعلي للقدس الغربية، ولكن أعتقد أن القرار الأمريكي هو تم لجمه كون أن معظم الدول والمجتمع الدولي يرفض أن يتبع الأمريكان وينقل السفارات، رغم محاولات الدول الضعيفة المرتبطة باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة. فبالتالي القرار الأمريكي أصبح واضح أنه لن يغير من مستقبل هذه المدينة، والمطلب بأن تكون مدينة ذات هوية
تعددية إسلامية عربية مسيحية. شكرا جزيلا لك دكتور رامي نصر الله مخطط مدن، كنت معنا من المدينة المقدسة من مدينة القدس، تحياتنا لك ولأهلنا في مدينة القدس المحتلة. أستاذ فراس سؤال أخير لو سمحت لي، في ضوء كل ما تحدثنا عنه وفي ضوء ما يعيشه المواطن المقدسي، يعني أنا ألاحظ أن الخناق يزداد يوما بعد يوم، وخاصة في ضوء الانشغال العربي الحال حاليا في المنطقة، ما تعقيبك على ذلك؟ هل هو ما يزال للفلسطيني إمكانية لمقاومة هذه المشاريع؟ نعم، أعتقد أنه المقدسي والفلسطيني في داخل مدينة القدس هو يقوم بدوره على أكمل وجه. أنا أتحدث بلغة الأرقام، لا أتحدث بلغة العواطف فقط. زيادة السكان الفلسطينيين في مدينة القدس كان هو هذا السبب الذي جعل الاحتلال يفكر بعمل الكثير من المشاريع حتى يستطيع أن يخرج من هذه المدينة. وأنا أقول لك أنه في كثير من المشاريع هذه لم يستطيع ولم يعني لم يحقق هدفه في ذلك. خذ على سبيل المثال، الفلسطينيين في مدينة القدس كانوا كما أسلفنا كانوا عددهم ما يقارب 90,000 في عام بعد 1967، وصل هذا الرقم إلى ما يقارب 70,000، وصل إلى ما يقارب 330,000. إذن هناك خمس أضعاف الفلسطينيين ازداد رقمهم وازدادت نسبة تواجدهم في مدينة القدس. بالنهاية أنا أعتقد أن المقدسي يقوم بدور باسم فلسطين وباسم الأمة العربية وباسم جميع بكل يعني بكل باسم جميع كل حر ومسلم وإنسان في هذه ينوب عن كل الأمة. نعم. بلا شك، شكرا لك. نعم. الأستاذ فراس، أرجو أن تبقى معي، طبعا سننتقل إلى الفقرة أخرى ولكنها أيضا في القدس، في هذه المرة عن نساء القدس وهن رمز الحرية ورمز التحدي في هذه المدينة المباركة في زهرة المدائن، فلنذهب إلى هناك. إذا لم تعملوا للقدس والأقصى الآن فمتى تعملون؟ حتى تفقدوها إلى الأبد؟ مدينة القدس سلطات الاحتلال تشدد عليها الخناق، فكيف ستكون الأحوال بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ لا شك أن سلطات الاحتلال هذا الكيان الغاصب سيتخذ هذا القرار ذريعة لمزيد من التشديدات، مزيد من مصادرات الأراضي، مزيد من إقامة البؤر الاستيطانية على تخوم هذه المدينة وداخلها، مزيد من تهجير المقدسيين وسحب هوياتهم، مزيد من منع تراخيص البناء. من تجرأ وأعطى إسرائيل القدس لتكون عاصمة لها قد يتجرأ يوما ويعلن المسجد الأقصى هيكلا لهذه الدولة الغاصبة. الله أكبر، الله أكبر. صمود المقدسيين مرتهن بصمود الشعوب العربية والإسلامية. الشعوب العربية والإسلامية قادرة على أن تصنع قرارا إذا ضغطت على صاحب القرار. المسيرات والمظاهرات والاعتصامات، الاعتصامات حول السفارات الأمريكية في البلدان العربية بإمكانها أن تضغط على أصحاب الكلمة والسيادة في تلك الدول، مقاطعة البضائع الأمريكية التي توجد في الدول العربية للضغط على المصالح الأمريكية في المنطقة، مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي تغزو الأسواق العربية لضرب المصالح الإسرائيلية. يعني اللي ناوي يبدع في الدعم يبدع، سواء كان دعما ماديا أو معنويا ليعزز صمود المقدسيين في هذه المدينة. عند النصر في وقفتك، عند الفجر في نظرتك، أصحاب الأرض لحم العرض. انت القدس لبينا، انت القدس لبينا، فوق السماء تحت الأرض، والعدو حاير فينا حاير. الرباط ليس هو التواجد في ساحات المسجد الأقصى، وليس التواجد على مدرجات باب العمود أو في المناطق الحساسة التي تؤثر على صنع القرار، لكن الرباط على الثغر الذي يوجد عليه الإنسان، فكل إنسان فينا وكل مسلم فينا على ثغرة، خاصة أن هذا المسجد ليس مسجد المقدسيين والفلسطينيين وحدهم، هو مسجد للمسلمين جميعا، 1.5 مليار مسلم. بإمكان كل واحدة فينا وكل واحد فينا أن يسخر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قدرات لخدمة هذه القضية المباركة المقدسة. بإمكان
أن نربي أبنائنا، أن نربي نحن وهم يربون أبنائهم على التوعية لهذه القضية، التوعية بخطورة هذا القرار على المدينة المقدسة، أنه اليوم هو مجرد قرار، غدا قد نصحو على فقدان مدينة القدس إلى أجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وسيكون ذلك بسبب تقصيرنا وتضييعنا لهذه الأمانة التي حملنا الله سبحانه وتعالى إياها. اللي ناوي يخدم هذه المدينة المقدسة وهذا المسجد المبارك بإمكانه أن يبدع في تلك الخدمة، فالحاجة أم الاختراع، بإمكانكم كما قلت سابقا تحض الأم أبنائها على الخروج في المسيرات الاعتصامات، كلهم في موقعه، المعلمة في مدرستها، صاحب المقهى في مقهى، في المسجد، خطب الجمعة، كل منبر موجود بإمكاننا استغلاله، سواء كان منبرا إعلاميا، منابر التواصل الاجتماعي، منبرا معرفيا، القضاء، كله بإمكاننا استغلاله لخدمة هذه القضية المباركة. صاحبة قوة بإذن الله، كتابي ومسبحتي وسنتي بتعطيني القوة بإذن الله، بتقدر عليهم أكثر من أقوى أنواع التكنولوجيا، لأن أنا بدافع من إيمان على حقي. إلى الأمة العربية والإسلامية، نحن نعدكم بالثبات حتى الممات، بالثبات على هذا الطريق إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، فعدونا أنتم، أعطونا أنتم وعدا، أعطونا وعدا بالثبات، بالاستمرار، بالتوعية لهذه القضية، بتربية أبنائكم، بمقاطعة البضائع الأمريكية وبمقاطعة البضائع الإسرائيلية، بمحاربة التطبيع بشتى الوسائل والطرق، بتوعية أبنائنا إلى خطر هذا السرطان المنتشر في هذه المدينة المقدسة. أهلا بكم من جديد. الاحتلال الصهيوني أسس كيانه الزائل إن شاء الله على جماجم الفلسطينيين وعلى دمائهم بكثير من المجازر التي قام بها، ومنها مذبحة قبية التي وقعت عام 1953. فلنتابع. لو تأملت وجه الضحية وفكرت، كنت تذكرت أمك في غرفة الغاز، كنت تحررت من حكمة البندقية وغيرت رأيك، ما هكذا تستعاد الهوية. كلمات محمود درويش إلى القتلة السفاحين الصهاينة الذين دابوا على القتل والذبح. مذبحة قبي عام 1953. طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وشرد داخل البلاد وخارجها، غير أن هذه المعاناة أشعلت نار الجهاد في قلبه من جديد. واستأنف المجاهدون العمليات العسكرية ضد الصهاينة عام 1953، وكانت بشارتها عملية الحافلة اليهودية. ثم جاءت العملية الثانية حين تسلل مجموعة فلسطينيين من الأردن إلى مستوطنة يهود وقتلوا يهوديين ثم فروا عائدين إلى الأردن. انتبه اليهود إلى هذه الصحوة المفاجئة والخطر القادم، فقرروا ممارسة الضغط على الشعب الفلسطيني بهدف تهجير الفلسطينيين من بيوتهم، وتوعدوا بالرد القاسي على هذه العمليات الجهادية. فجاءت مذبحة قبية التي نص قرارها على تنفيذ هدف وإلحاق ضربات قصوى بالأرواح بهدف تهجير سكان القرية من بيوتهم. قامت وحدة للعمليات الخاصة بقيادة شارون ووحدة للمظليين بحصار قرية قبية وعزلها عن باقي القرى المجاورة، ثم بدأت بقصف القرية بشكل مركز بمدافع الهون. ثم بعد ذلك أخذت الوحدة تنتقل من بيت إلى آخر في شكل عملية حربية داخل منطقة مدنية تم فيها إلقاء القنابل داخل البيوت وإطلاق النار عشوائيا عبر الأبواب والنوافذ المفتوحة. بعد ذلك قام المظليون بنسف البيوت فوق رؤوس سكانها، وقد قدر عدد البيوت التي نسفت في هذه العملية ب56 منزلا.
أدان مجلس الأمن المذبحة، وقامت أمريكا بتعليق المعونات لإسرائيل بشكل مؤقت، بينما قامت بريطانيا بتسليح القوات الأردنية لمنع التسلل إلى فلسطين. وكتبرير ساذج أكد بن غوريون في خطاب له أن سكان الحدود هم من قام بالعملية وليس الجيش. ولكن الجنرال فان بيتيك كبير مراقب الأمم المتحدة حينئذ أكد في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي أن الهجوم كان مدبرا ونفذته قوات نظامية. زادت هذه المجزرة من حدة التوتر بين الفلسطينيين والصهاينة وزيادة الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي والجيوش العربية. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. هذه تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.